بعدما ذاع صيت شركة أوبر وتحولها إلى شركة متعددة الجنسيات تمارس نشاطها فيما يزيد عن 400 مدينة في 72 دولة حول العالم. تخطو أوبر الآن خطوة إضافية بإدخال الروبوتات والذكاء الاصطناعي في سيارات ذاتية القيادة لنقل عملائها. ومنذ 3 شهور خرجت بالفعل بعض سيارات أوبر ذاتية القيادة في شوارع سان فرانسيسكو، لكن بمصاحبة سائقين بشريين لجمع بيانات وإعداد الخرائط استعداداً لانطلاق السيارات ذاتية القيادة وحدها. هذا النوع من السيارات بدأ يعمل بالفعل بعد 18 شهراً من التجربة في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا، وأصبح بإمكان عملاء أوبر في هذه المدينة الأمريكية ركوب سيارات ذاتية القيادة بمصاحبة سائق أمان. وفي المقابل تواجه الشركة الأمريكية اتهامات بنقص في الأمن الداخلي سمح للموظفين بالتجسس على رحلات العملاء، بعد أن أثيرت دعاوى أمام القضاء الأمريكي حولها.